مع السلامة، مرحبا بكم في دار ثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة. باش نحكي لكم شوية على الشراكة المثالية لتربة المؤسسة بالمجتمع المدني. نحب نذكر ما بينات هي الشراكة تربط دار ثقافة بالكشف التونسي، جمعية ياسمين، بريتش كانسل. نحن فضلة ولا جماعة من شباب منزل بورقيبة، مشينا مع بعضنا فورماسيون، عملتها جاسمين فونديشن مع بريتش كانسل. اخترنا من خلالها البروجيات هذوما اللي هما تبعني وسفراء الحوكم. لي تابلو في البروجي عملنا هذيك لوفرتور اللي درنا فيها منزل بورقيبة الكل والبلايص لحوم الكل هذيك الشعبية. لي تاب الثانية عملنا جمع، عملنا عقد شراكة مع دار الثقافة باش نخدموا معاه برنامج كامل اللي هو برنامج شهر التراث. ليتاب الثالثة اللي هي مشينا عملنا برنامج نحن ككشافة فوج منزل بورقيبة، عملنا برنامج اللي هو كان فما مشكل في جبل الاشكال اللي هو مشكل بيئي. احنا عملنا برنامج كامل فوج منزل بورقيبة على جبل الاشكال وقت اللي كان مسكر فيه الانفلونزا للطيور، وعملنا حملة تحسيسية للعباد هذيك الكل. وقت لوفرتور قلنا نحن مادام عملنا الحملة هذيك خلينا نحاولوا نحييه ونعاود نحييه جبل الاشكال. قدمنا برنامج مع يوم الطفل في حي نجاح، عملنا معرض للمدينه مدينه منزل بورقيبه، رؤيه الصغار كيفاش تحب تشوف منزل بورقيبه مستقبلا. في الليتاب الخامسه عملنا، حبينا نعملوا جرافيتي كصوره اخرى في منزل بورقيبه، حبينا نحن في الليتاب الاخرانيه نعملوا ايفينمون قدام ليسيات، حطينا تصويره منزل بورقيبه، منزل بورقيبه يعني اكثر مينيمون اللي اهم الجامع سامبا معروفين بها. تبعني زيد هو صحيح، هو برنامج اضاف المنزل بورقيبة يعني في البريود هذيك، زيد اللي نحن ونحكي يعني على مستوى شخصي اضاف لي برشا فوجي. تبعني هذا يلعب على ولا خدم على الحس الانتماء نتاع الشباب في منزل بورقيبة ودعمه، وقلنا لي الانتماء لمنزل بورقيبة ما يكمل وما يتواصل الا بمشاركه الشباب معناها في السياسة أو مشاركته وممارسة حقه في المواطنة يعني في منزل بورقيبة. وهنا كان دور برنامج سفراء الحوكمة اللي هو قام على مجموعة من ليزافورماسيون معناها الدورات التكوينية في للتعريف بحق الشباب يعني السياسي، واجب الانتخاب، تعريف بالمرحلة الجديدة اللي تمرت بها يعني تونس يعني في السياسة فيما بعد الثورة اللي هو المرور من اللامركزية للمركزية الموسعة. إن شاء الله تتبدل الأمور وإن شاء الله يعني تتوج الدورات التكوينية اللي عملوها سفراء الحوكمة تتوج معناها بمشاركة فعلا شباب منزل بورقيبة في الانتخابات البلدية.